مساء الخير يا اكيله في كل مكان، واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاكيل على سي بي سي سفره. النهارده لقينا لكم مطعم صغنون كده في مصر الجديده في مساجد شيراتون، متخصص اوكتوبوس اللي هو الاخطبوط، عنده اطباق بحري كتير ولكنه يعني تخصص اخطبوط بالطريقه الايطالي، وحتى الاطباق السي فود بتاعته كلها بالطريقه الايطالي، عنده العادي بس احنا جايين على ده، جايين على اطباق وطواجن الاخطبوط وعلى الحاجات اللي معموله بالاسلوب الايطالي سي فود بس ايطالي. يلا نعيش التجربه مع بعض وارجو ان التجربه تعجبكم. ايه فكره مطعم اوكتوبوس؟ احنا شغلنا كله من بره مصر. يعني مش ذوقي في البتنجان بس مختلف، هو فعلا مختلف عن طريقه البتنجان العاديه بتاعتنا. الاخطبوط بتبقى راسه مدوره كلكم عارفينه طبعا، وبعدين رجليه فيها المصاصات دي اللي هي بتلزق في الحاجه. هشام مساء الخير، حضرتك مدير المطعم. تمام. ايه فكره مطعم اوكتوبوس؟ هي فكره مطعم اوكتوبوس يعني اونر المكان مقتبسها من مطعم ايطاليان. هو اوكتوبوس اللي هو الاخطبوط. اللي هو الاخطبوط. اوكي. هي فكره مطعم اوكتوبوس جايه من ان اونر المكان اقتبسها من مطعم بره في ايطاليان. كان اسمه كده برضه ولا الفكره بس؟ لا هي الفكره. اوكي. هي فكره الاخطبوط نفسها. فهو اخطبوط. الاخطبوط. ان هو جابها من بره فحب ان هو يعني يطبقها هنا في مصر بالديزاين الجديد بلوجو جديد بشكل جديد يعني يبقى الطابع الجديد في المكان. وهل الاطباق مبنيه على الاخطبوط ولا احنا الطبق ولا في احنا الطابع الاساسي بتاعنا اللي هو الاخطبوط. آه. يعني الاخطبوط مبني، المكان مبني كله على طبق الاخطبوط. احنا متميزين بطرق مختلفه سواء فاهيتا سواء باستا سواء طواجن حتى في البيتزا حتى في الشوربه. عندنا الاخطبوط هو الايتم الاساسي. بتجيبه منين بقى؟ احنا في مصر عندنا اخطبوط؟ لا احنا من بره مصر. احنا شغلنا كله من بره مصر معظمه كله، بس يبقى بيعتمد على ان هو يعني جوده جوده بلدي. اوكي. الاخطبوط بطبقه، هل في حاجات تانية سي فود؟ انا اللي فهمته ان المطعم سي فود بس بالطريقه الايطالي. تمام. هل في حاجات تانية سي فود، اسماك وجمبري وكده؟ اكيد كل الاسماك موجوده، بس احنا اللي هنتكلم في الايتم الاساسي اللي هو الاخطبوط، بس في انواع تانية، في الكاليماري، في الجمبري، في السبيط، في الفيليه، في الاسماك بانواعها، بس معمول بالطريقه الايطالي. بالطريقه الايطالي، مفيش اطباق مصري يعني. لا لا لا. اوكي. طب الطريقه الايطالي دي نقلتها هنا ازاي او نقلتوها هنا ازاي؟ هل الشيفات طالعين ولا يعني انا اسف؟ لا الشيف الايطالي، احنا الشيف اللي عندنا الشيف اللي هو كان قاعد 5 سنين في مطاعم في ايطاليا، فاحنا يعني الحمد لله ربنا وفقنا بعد فضل ربنا ان هو قدرنا ان احنا يكون موجود معانا ويقدر يشتغل يعني معنا. شيف مصري بس اشتغل في ايطاليا فتره. مظبوط. اوكي. ونقل الطريقه، هل الاطباق متمصره ولا متسابه زي ما هي؟ لا هي اكيد يعني فيها بعض التعديلات اللي هي عشان تقدر تكسب برضو الطعم المصري. او الطعم المصري، عشان انت عارف الاكل الايطالي زيت زيتون والديل وشكرا يعني. بالظبط. ما فيهوش كلكعه قوي. لازم يبقى في حاجات برضو تاتشات معينه من الشيف برضو بيقدر هو يعملها علشان يقدر برضو يجذب الزبون المصري او العميل المصري. طب خلاص، يبقى انا ايه، احنا كفايانا كلام كده. تمام. خلينا نخش على طول في الاكل. انا عجبني قوي الاخطبوط اللي انت بتقوله. ان شاء الله. اصل انا بقول اخطبوط، ما هي ايه اخطبوط دي عجباني. فاحنا نروح ندوق بقى اطباق الاخطبوط وبقيه الحاجات العاديه ان شاء الله. ميرسي يا شباب.
نبتدي باول موجه من الاكل، طبعا السلطات، طحينه، يعني الطحينه مش هتبقى مختلفه كتير عن العادي، سلطه خضراء ما اعرفش اذا كانت مختلفه لا هنجرب، بتنجان معمول بالطريقه الايطالي، والبابا غنوج الايطالي مش بتاعنا احنا، يعني تقدر نقول معموله بالبتنجان بس مش بتاعنا. وبعدين دي باستا بالسي فود جواها اكتوبوس او اخطبوط، اخطبوط، ودي سلطه سي فود جواها اخطبوط، ودي شوربه جواها اخطبوط. نبتدي بالشوربه عشان نلحقها قبل ما تبرد. هي معموله بالكريمه، حلو بس ما جاش لحسن لسه اخطبوط. سلطة الكريمة حلوة مش مسكرة قوي زي بعض الناس اللي بتعمل شوربة الكريمة، حلوة فيها أعشاب كده، أنا بتهيألي إن هي بقدونس على الآخر بس مش متأكد، وطبعا ما يبانش طعم البقدونس بعد ما يتحط في الشوربة، صعب شوية إن أنت تميز صوت طعمه. شوربة جميلة فعلا وغنية، مليانة من جوه. طيب نجرب بقى ايه اول حاجة رحت لها، طبعا هو فكرة البابا غنوج اللي مش مصري او مش عربي. هي فيها مش باين فيها طعم البتنجان خالص، مش باين فيها طعم البتنجان خالص، هي فعلا طعمها مختلف بس مش باين فيها طعم البتنجان خالص. عايزين نشوف، لا باين اهو اللسعه اللي في الاخر دي، بانت في الاخر. دي سلطه خضراء دي السلطه الخضراء العاديه بتاعتنا، طحينه برضو العاديه بتاعتنا. اوكي نجرب بقى البتنجان على الطريقه الايطاليه. ومسلوق، مسلوق بعدين معمول عليه غلطه، يعني مش ذوقي في البتنجان بس مختلف، هو فعلا مختلف عن طريقه البتنجان العاديه بتاعتنا، في التوم باين طبعا في الاخر بس هو مسلوق الاول، ده انا متاكد منها. طيب نجرب هذه السلطه لان انا اعشق، كل ما انتوا عارفين كل ما هو سي فود انا بموت فيه. واضح ان في كرنب احمر وفي فلفل الوان، في طماطم. الدريسنج انا ما اعرفش اذا كان هو ولا لا، بس هو طعمه قريب جدا من طعم الثاوزن ايلاندز. الثاوزن ايلاندز اللي هو بيتعمل كاتشب ومايونيز ومفروض بيبقى عليه كمان عصير برتقال ومسكر زي الثاوزن ايلاندز. اوكي حلو. طيب اما عن الباستا هناخدها زي ما هي كده، يعني اختلف مع الشيف، طبعا هو ممكن يكون عايز يكرمني ولكني اختلف مع الشيف ان الطبق يبقى مليان قوي كده لدرجه ان انت لما تيجي تاخد حاجه هيبتدي يوقع بره، فهحاول ان انا اخد من النص. بصوا بأمانة هي حلوة بس أنا مش فاهم إيه، يعني هي باستا وايت صوص عادية بالسي فود، مش حاسس
مش حاسس ان في اختلاف قوي في طعم الريحان؟ طبعا انتوا لما تيجوا وتجربوا بنفسكم انتوا تقولوا اذا كان مليانه قوي كده عشاني ولا هو فعلا بيعملها كده، دي حاجه انتوا تعرفوها. بس هي فعلا الطعم بتاعها حلو ويستاهل الواحد يجربها، بس انا مش حاسس بتويست مختلف، مش حاسس بحاجه ايطالي بقى مختلفه. خلينا نجرب الاطباق اللي جايه ونشوف اذا كانت فعلا فيها التويست الايطالي ده اللي قلنا عليه. طيب هو في طبق ابيتايزرز كده جيك، طبعا المفروض كان يبقى في الفقره الاولانيه بس بما ان الترابيزه كانت مليانه فجابوه في الفقره الثانيه، هنقرب منه. وبعدين ده جمبري بالصوص بالطريقه الايطالي، ده طاجن سي فود جواه اوكتوبوس او اخطبوط يعني، ده اخطبوط معمول على الجريل وكابوريا مخليه، ده رز معمول بطريقه ميلانو بجمبري كده ديكور، وزي ما قلنا ده الابيتايزر. طيب نجرب كده في الابيتايزر، ناخد المشروم الاول، مشروم محشيه برضو سي فود في جمبري اهو. طعمها غريب شويه بس جديده مختلفه، وده غالبا جمبري. اوكي ده جمبري مقلي عادي خالص. هل ده بقى اوكتوبوس؟ هو ده اللي احنا، لا ده سمك، ده فيش فينجرز. اوكي خلينا ندخل في الجد، نبتدي بان احنا ندوق الرز اللي معمول بالصوص بطريقه ميلانو. في ريحه مميزه قوي ونفاذه بتاعه الخلطه، غالبا مش هقدر اعرف ايه بالظبط. ده مسكر، ده شويه عامل زي سويت اند ساور. الصوص اللي بره ده قريب، مش هو بس قريب من صوص الباربيكيو، قريب ما بقولش ان هو ده مش صوص باربيكيو، صوص معمول معين سويت اند ساور كده، سنه فيه سن سكر او مسكر سنه يعني. الافتر تيست بتاعه اللي هو الطعم اللي بيبقى في بقك بعد ما بتبلع قريب شويه من فكره ال اللي انا قلت عليه ده. طيب نركز بقى هنا، ده الاكتوبوس. الفرق ما بين الاخطبوط كاليماري هو الحجم. الاخطبوط بتبقى راسه مدوره كلكم عارفينه طبعا، وبعدين رجليه فيها المصاصات دي اللي هي بتلزق في الحاجه. كاليماري بيبقى قمع ابيض وطالع من تحتيه رجلين صغيره قوي اللي بيتحرك بيها. فهي لو انا مش غلطان علميا نفس العيله، لو انا مش غلطان. عضه الاخطبوط اقوى من عضه الكاليماري، وطعمه اكتر حده من الكاليماري. وهنا انا بقارن مشوي مع مشوي، يعني مش بصوصات وجنب، مشوي مع مشوي. النكهه بتاعت الاخطبوط مركزه اكتر وباينه اكتر من الكاليماري، وزي ما بقول لكم العضه بتاعته اقوى شويه. طيب دي كابوريا، واضح ان هي عليها بشاميل او حاجه، هي طبعا كابوريا صغيره قوي لان هو مش موسم الكابوريا دلوقتي، فبالتالي تبقى صغنونه قوي. ده فيها كمان رغم انها صغيره الا انها فيها بطارخ مش عارف اطلعها. هيطلع
اوكي. طلع معاها اللي هي الحته البيضه دي اللي بتبقى عامله زي الشعر. طب نيجي احنا دقنا ايه؟ دقنا دول، عايزين ندوق بقى الطاجن و الجمبري. نودي ده هنا ونجيب ده هنا. ونودي ده هنا ونجيب ده. الفوسفور ابتدى يطلع طاقه. طيب نجرب الاول الجمبري عشيقي وحبيبي. انا واحد من الناس ممكن ما اكلش ولا لحمه ولا فراخ واقضي حياتي كلها على السي فود، وبالذات القشريات اللي هو الجمبري والكابوريا والجندفلي والقواقع بانواعها الحاجات دي يعني. حلو. في طعم طماطم مركز، طعم طماطم باينه قوي مع شويه اعشاب كده وشويه حاجات طبعا مش ممكن اعرفها. صاحب المكان قال لي ان هو بيجيبها من بره، بيجيبها من ايطاليا. لا مميز مختلف يعني. عارفين في السلطات جيت عند الطحينه قلت لكم يعني عاديه ما فيهاش حاجه مختلفه، جيت عند سلطه الجمبري وقلت سلطه السي فود قلت لكم عليها 1000 ايلاندز برضو دي مميزه قوي. دي مميزه قوي. والطعم الغالب لو انتوا قبل كده شربتوا شوربه الطماطم الفريش اللي هي معموله بطماطم فعلا مش بصلصه مع شويه كريمه، الصوص قريب منها، ما بقولش هو بس قريب منها. فيري جود، تحفه. طيب نيجي بقى للطاجن. معلش انا بعتذر لكم، في شويه عيال رخمه بره قاعده بتزعق، فمعلش مش قادرين نوقف التصوير كل شويه. ده كاليماري اللي بيتقطع حلقات، ده كاليماري. ده جمبري. بدور على الاخطبوط على رأي استاذ هشام. عجبني طبعا حجم الجمبري جدا، ده سمك. لا بجد الطاجن حلو، برافو. انا مش لاقي الاخطبوط لان هو طبعا كله بيبقى لون واحد وهما بيقطعوه صغير كمان. ده ايه ده؟ لا ده جمبري برضه. اوكي بجد مميز جدا الجمبري، مميز جدا الطاجن. الاخطبوط المشوي او اللي هو اللي على الجريل فوق الممتاز، بالذات انا بحب العضه دي بتاعت الاكل. لا بجد يعني اقدر اقول ان انا اتشديت اكتر بكتير من الاطباق دي عن الموجه الاولانيه من الاطباق. طيب نيجي للاسعار وبعدين نختم بقى بالتجربه كلها. طبعا دايما هتلاقوا في اثناء التصوير بالذات في الصيف هتلاقوني حران، فهتقولي ايه ده ومفيش تكييفات؟ ما نقدرش نشغل التكييفات عشان معانا مهندس صوت محمود الحقيقه مستقصدني. اي حته اي يوم يبقى الجو حر قوي يقول لي التكييفات صوت عالي، ورغم ان احنا بنصور في حتت يعني اما بسمعش نفسي ولا بكلم نفسي ومع ذلك ما فتحش بقه، بس هو بيعمل معايا قصد ما تقولش يغيظني مش عارف، بس يعني هو لسه عريس جديد فانا هسيبه بس يفرح له يومين وبعدين اوري له بقى. طيب عندنا الشوربه ب 55 جنيه، الباستا الاوكتوبوس ب 75، الرز السي فود اللي هو ده سوري من تورينو مش ميلانو سوري من تورينو ب 30، الطاجن الطاجن اللي هو ده ب 70، مش شايف الباقي. سلطات بقى يعني سلطه التونه، سلطه الجندوفلي، سلطه الرنجه، كله في حدود ال 15 من 15 ل 25 اغلى حاجه فيهم. لا من 9 من 9 ل 25. وعندهم حلويات وعندهم كل حاجه. ده مور لس اللي احنا قلناه، اللي قلنا الرز ما قلناش الطبق ده لان هو غالبا مش موجود لوحده. الطبق ده مش موجود لانه بالاوردر بالكيلو، وطبعا كيلو سعره حسب
زي ما بيقول لك حسب اليوم يعني. عايزين نقول المطعم صغنون قوي، احنا بنتكلم خمس ست ترابيزات، سيمبل قوي، بس انا شايف انه كون ان هو سيمبل ده ميزه مش عيب، ان هو قدر يعمل بامكانيات قليله يعمل فكره جديده، يعمل اطباق جديده. برضو ان هو قدر يستغل شيف مصري عاش في ايطاليا خمس سنين عمل بيه مانيو، في حاجات التقليديه ولكن برضو في حاجات مختلفه مش موجوده في المطاعم التانيه. لما بكلمه على ان السلطه عاديه ما فيهاش افتكاسه او ما فيهاش يعني التويست الايطالي اللي كنا بنقول عليه، او نفس الحاجه بالنسبه للباستا، قال لي احنا في الاول كنا بنقدم الاطباق ايطالي صرف والناس ما استسغتش قوي الطعم، فضلت ان احنا نمصر الموضوع، وده للعلم يعني ما يعيبش المطعم في حاجه وما يعيبش المصريين في حاجه. يعني انت لو نفس المطعم نفس التشين اكلت فيه في اسبانيا غير فرنسا غير امريكا غير انجلترا، كل واحد بيدي نكهه اللي تناسب الشعب بتاعه، ودي حقيقه انا لمستها بنفسي لما سافرت. نفس المطاعم اللي هنا يعني مثلا انت عشان تاكل اكل صيني في الصين هتكره عيشتك، غير خالص الناس اللي بتحب الاكل الصيني ده متمصر، ده معمول عشان يعجبنا احنا، هو فعلا بيعجبنا. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده زي ما انا استمتعت بيها، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من الاكل.